ويلكم باك من جديد في القناة، حيث نقوم بإكمال جمع صناديق إنازوما السرية والمخفية، وهذه المرة في جزيرة سيرومي. في البداية نبدأ من تليبورت الأركون، نتجه إلى الخلف. هنا نستخدم ريشة البرق لإظهار لغز المكعبات، ثم نقوم بحله. الآن نتجه إلى هذا التليبورت. نقوم باستخدام ريشة البرق حتى يظهر الإليمنتال مونيمونت. هنا يوجد صندوق مطمور. نتجه إلى قمة جبل كانا. خلف الشجيرات سنجد صندوقا ثمينا. الآن إلى الأسفل. هنا علينا تفعيل الرموز المضيئة فقط. الآن نحو هذا التليبورت. هنا أيضا سنجد لغز للرموز. سيتوجب تفعيل الرموز المضيئة فقط. نتجه إلى الأسفل، حيث سيتوجب إضاءة مصابيح الإلكترو.
نعود إلى التليبورت السابق. هنا أيضا لغز لمصابيح الإلكترو وسيتوجب اتباع إرشادات السيلي. نعود إلى التليبورت السابق. الآن إلى هذا التليبورت. هنا أيضا لغز للمصابيح. نعود إلى التليبورت السابق. هنا أيضا لغز للمصابيح، ولكن سيتوجب استخدام ريشة البرق لتفعيله، وبعد إكمال اللغز سيظهر بعض الأعداء وسيتوجب هزيمتهم للحصول على الصندوق. الآن إلى هذا التليبورت حيث سنجد آخر لغز في هذا الفيديو. هنا يوجد لغز للرموز وعلينا تفعيل جميع الرموز التي في الأعلى. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى بإذن الله.